مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا وحلقه جديده من نبض الكرازه وحصاد لاهم ما شهدته الكنيسه القبطيه داخل مصر وخارجها من احداث هذا الاسبوع. مشاهدينا نبدا حلقتنا معكم باهم العناوين. قدسه البابا تودروس الثاني يشارك في سيمينار إبارشية المعادي. ممثلو الكنائس الارثوذكسيه الشرقيه يصلون القداس بكنيسه الارمن الارثوذكس. والتصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقصية نقوم ونبني باستراليا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. شارك قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية في السيمينار السنوي لمجمع كهنة إبراشية المعادي وتوابعها والذي أقيم يومي الثالث والرابع من فبراير الجاري وحمل عنوان الأبوة تضمن السيمينار عددا من الموضوعات منها توصيات للكاهن وأما محاضرة زوجات الكهنة فدارت عن الاحتواء بينما تحدث مع أبناء الكهنة عن الكنوز الخمسة استقبل قداسه البابا تودروس الثاني يوم السبت الاول من فبراير الجاري بالمقر البابوي بالقاهره أسرة خدمة الراعي وأم النور بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية خلال اللقاء تم استعراض أنشطة الخدمة للعام الماضي والقطاعات التي تغطيها وهي التعليم والإعاقة الخدمات الطبية التنمية الاقتصادية المساعدات الاجتماعية التنمية الروحية وأوضح مسؤول الخدمة أن الراعي وأم النور تتبنى رؤية مجتمع خالي من الفقر والجهل قادر على العمل والانتاج ويعيش افراده حياه كريمه وهي تعمل جاهده على تنفيذها ومن جهته رحب قداسه البابا بالحاضرين وشكر القائمين على هذه الخدمه وعلى نشاطهم الذي يغطي كثيرا من احتياجات ابناء الكنيسه مشيرا الى ان المحبه النابعه من القلب تظهر جاليه امام الله ويجب ان تسبق العطيه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المطران ليونود نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية الأرثوذكسية يوم الخميس الثلاثين من يناير الماضي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية تأتي الزيارة في إطار تقوية العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية ومن ناحية أخرى استقبل قداسة البابا ودروس الثاني يوم السبت الأول من فبراير الجاري بالمقر البابوي بالقاهرة السيد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له والذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد وقد اعرب هشام طلعت مصطفى عن شكره العميق لقداسة البابا لاستقباله ودعا قداسته لافتتاح كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد العظيم جرجس بمدينتي ورحب قداسة البابا بالضيوف مثنيا على مجهوداتهم الملموسه في الوطن والتي تظهر في المدن الجديده التي تقوم ببنائها مجموعه طلعه مصطفى وتتمنى وتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من النجاح في مهامهم وعملهم عقد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس من فبراير الجاري اللقاء الأسبوعي لقداسته بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأمبرويس بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وجاءت عدة قداسة البابا تحت عنوان يونان النبي عقد ممثل مجلس كنائس مصر وكنائس الشرق الأوسط اجتماعا لهم بمطرانية شبرا الخيمة بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها وذلك في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين وزيارات المجلس للكنائس في الفترة من السابع والعشرين من يناير الماضي وحتى السابع من فبراير الجاري بحضور ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية الصوفية والروم الارثوذكس. نتابع. استضافت كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بشبرا الخيمة مساء السبت الماضي فعاليات اسبوع الصلاة من اجل وحدة المسيحيين بمشاركة بعض ممثلي الطوائف المسيحية ومجلس كنائس مصر وبحضور العشرات من الشباب. رحب نيافة الحبر الجليل الانبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها بالحاضرين ثم اتاح الفرصة ليعبر كل شخص عن وجهة نظره. هو الحقيقة نفس السيد المسيح بيقول يكون واحدا فينا بس يكون واحدا في المسيح في عقيدة واحدة إيمان واحد معمودية واحدة كل واحد كنا إن في اختلافات الخلافات اللي جنب تشتغل فيها لعلنا نصل في يوم ما إلى اتفاق من ناحية الخلافات اللاهوتية لكن إحنا اجتمع مع بعض نكلم بعض كلام حلو جدا نتناقش مع بعض في أمور عامة نيجي عند العقيده نقول للجان المختصه هي اللي تدرسها لما نصلي سوا بنقول يا رب نسعى جميعنا ان نكون واحدا زي ما المسيح قال لكن متى؟ ده موضوع بقى يعني ربنا ياخد باله منه وكل ما نجتمع كتير كل ما وجهات النظر ايه؟ تقرب لان احيانا الخلافات تبقى عن البعد على راي المثل بالبعد جفوه فلما يكون بعاد عن بعض يبقى التفاهم صعب شويه لما نقرب يبقى التنازلات في التفاهم يعني نقدر نوصل بعد شويه لاتفاقيات معينه ومين عارف يمكن يوم من الايام ما نعرفش العمر ده امتى نصلي سوا بس دي عايزه بقى حاجات لاهوتيه وحاجات عقيديه وحاجات كتيره لكن هيجي اليوم ان شاء الله نعمل كده نرجع للقرون الاولى ما القرون الاولى كانت كده قدم الأب بولس جرس كلمة حول العمل المسكوني وتطرق الدكتور جرج الصالح للسمة المميزة للأسبوع وهي المحبة ثم قدم كورال أسومين فقرة مميزة من الترانيم قبل أن يعطي الأنبا مرقس كلمة للحاضرين قال فيها إن هذه اللقاءات عنوانها المحبة ولا تمس العقيدة في شيء موضوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ابتدى من أكثر من مئة سنة على مستوى العالم وفي مصر من الخمسينات أنا متابع سواء سابقا في كلية الإكليريكية في القتيمة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وحاليا زي ما أنا قلت في اللقاء مع قدس البابا تواضروس أنا أشعر أن الله يعد لنا ربيعا مسكونيا، بنحب بعض من القلب، بنقبل بعض، بنسمع بعض، ودي الخطوه الأساسيه لأنه إذا إذا كانت هناك محبه حقيقيه فبالتأكيد كل الأمور هتلاقي حلول وقبول وتقارب. أنا بعتبر زي ما ذكرت قبل كده في كلماتي إن ده أسبوع المحبة. والمحبة دي وصية من السيد المسيح ماذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. فالتقارب ما بين الكنائس والتعاون ما بين الكنايس تحت مظلة سواء مجلس كنايس الشرق الأوسط أو مجلس كنايس مصر دلوقتي بعد تأسيسه في عام 2013 ده شيء مهم. عملية قبول الآخر لأن التشدد والتشنج في عملية رفض الآخر مش هي لأن إحنا المفروض آه إن بننشر رسالة محبة حتى مع غير المسيحيين. أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين يتم على مستوى العالم، ويحرص مجلس كنائس الشرق الأوسط على تفعيل هذا الأسبوع منذ عدة سنوات، ويحمل هذا العام عنوان: "فقدم أهلها لنا إحسانا غير المعتاد". العمل من أجل وحدة المسيحيين عمل ممتد بقى له أكثر من 100 سنة، علشان نحقق الآية اللي بتقول يكونوا واحدا كما نحن واحد". الاختلافات ما بين الكنايس ما موجودة لجان العقيدة ما زالت موجودة وبتمارس دورها لكن تفضل المحبة هي الصفة اللي بتغلف العقيدة المسيحية أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين بيتم برعاية مجلس كنائس مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط وبتستضيفوا عدد من الكنائس النهاردة كنا مع حضراتكم من مطرانية الشهيد العظيم ماري جيرجس بشبرا الخيمة فريد إدوار سي تي في وفي سياق متصل أقام ممثل الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يوم السبت الأول من فبراير الجاري قداسا مشتركا بكنيسة الأرمن الأرثوذكس برمسيس بالقاهرة، وترأس صلاة القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الامبرافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والمطران أشد مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر والسودان وسائر أفريقيا. نتابع. أقام ممثلو الكنائس الأرثوذكسية الشرقية صباح يوم السبت الماضي قداسا مشتركا بكنيسة الأرمن الأرثوذكس برمسيس، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والمطران آشود مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر والسودان وسائر أفريقيا، كما اشترك معهم عدد كبير من الآباء الكهنة الأقباط والأرمن والأحباش والأريتريين. بنجتمع مرة كل سنة، مرة قداس ومرة تاني بنعمل فيه حاجة مسائية فيها ترانيم وألحان كل كنيسة بتقدم التراث بتاعها، إحنا الكنائس المشتركة في الإيمان الأباط مع الأحباش مع الإريتريين والسريان والأرمن والهنود، فطبعا اللي موجودين في مصر كل الطوائف دي ما عدا الهنود فبنشترك إحنا كلنا. لما بيكون في لقاء مسائي مش قداس ما فيهوش لترجيه وتناول بيبقى معانا كمان الروم الارثوذكس بيقدموا الترانيم بتاعتهم والالحان فدي حاجه حلوه الحقيقه ان احنا نتعرف على ثقافات الكنائس الاخرى خصوصا المشتركه معنا في الايمان ونقدر نصلي مع بعض قداس واحد تناول وده التعبير الحقيقي عن وحده الكنيسه ان احنا نتعدد في الثقافه في الطقس في الملابس في النحن والنغمة في اللغة لكن نتحد في إيمان واحد قداسة جميلة شوية نحن كلنا سنة سنتين نسأل وحدك أورينتال تشارجي إريتريا إثيوبيا أرمن هندي سوريا وتوفتوخ جبسي اسكندريا كلنا وحدك نسأل بركة كبيرة بابا تدرس وبابا رفائيل سكوف تاني الأرمن تترارك بعد تسألنا ربنا معك حقيقة أنا بشبه العائلة اللي جمعتنا اليوم العائلة الأرثوذكسية بشبهها لجنينة جنينة جميلة من الورود والأزهار تفوح منها روائح جميلة فيها ألوان كثيرة طبعا كل طقس من الطقوس سواء السورياني أو الأرمني أو القبطي أو الحبشي لي رائحة عطر جميلة ولي لون يمتاز عن الآخر يعني كل كنيسة لها مميزات وليها طبعا الحاجات الجميلة اللي تميزها عن باقي الكنائس لكن الكل واحد حول المسيح مسيحنا إله واحد إله لكل الكنائس نحن مبسوطين جدا ككنيسة سوريانية أرثوذكسية مع الكورال مع الشمس كلهم بقينا كلنا أعضاء كثيرة في جسد المسيح الواحد مبسوطين أنه نشارك في هذا القداس الجميل ونتمنى دايما ربنا يبارك في كل الكنائس ويوحدها دايما تحت اسمه له كل المجد. تمت الصلاه خلال القداس بعدة لغات من الاباء المشاركين وهي اللغة القبطية واللغة السريانية واللغة الارمنية واللغة الامهرية واللغة العربية. الحقيقة النهارده يوم روحي عظيم لإنك بتحس بالتلاقي والإخاء والمحبة شيء عظيم ويوم روحي لا يتكرر الحقيقة سيدنا الأنبا رفائيل هو الداعم الكبير والمحب الكبير والقلب الكبير اللي بيحتوي كل الكلام ده النهارده مع سيدنا أشور في كنيسة الأرمن سيدنا برضه له محبة كبيرة فالحقيقة كان تحس بالانتزاج وتحس بالايمان الواحد وان احنا كلنا واحد في المسيح هو كان جميل قوي كنا كلنا فرحانين وكلهم كانوا كلهم شفناهم كلهم كانوا فرحانين ونحن كنا كنا فرحانين قوي يعد القداس السنوي للعائله الارثوذكسيه الشرقيه تقليد منذ خمسه اعوام بعد لقاءات بطريقه الشرق الاوسط الارثوذكسيين تقليد جميل اعتادت عليه على العائلة الأرثوذكسية الشرقية القديمة فما أحلى أن يجتمع الإخوة معا في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية فرغم اختلاف اللهجات واللغات والثقافات والطقوس وترتيب الصلوات ولكنهم يأتون ويجتمعون ليصلون بهدف وإيمان وعقيدة واحدة ويصلون للإله الواحد كامل يوسف سي تي في صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا استفانوس أسقف ببا والفشن القداسة الإلهية يوم السبت الأول من فبراير الجاري بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في عزبة جعفر بالفشن وسام نيافته خلال القداس ثلاثة من الشمامسة كهنة للخدمة بالإبارشية وهم الشماس روماني هلال باسم القس تيموثاوس الشماس روماني القمص يونان باسم القس فيلمون والشماس صموئيل فايز باسم القى السياسه ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمو أسقف السويس القداس الإلهي يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير الماضي بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالسويس خلال القداس قام نيافته بترقية شماس لرتبة الدياكم باسم أنطونيوس تزامنا مع تذكار عيد نياحة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس كما قام برسامة خمسين شماسا لرتبة إبسالتس وذلك بمشاركة وحضور الأباء كهنة الكنيسة وعدد كبير من شعب الكنيسه. تراس نيافه الحبر الجليل الانبا دوماديوس اسقف مدينه السادس من اكتوبر واوصيم وتوابعها يوم الجمعه الحدي والثلاثين من يناير الماضي قداس عيد نياحه القديس العظيم الانبا انطونيوس ابو الرهبان في كنيسته الجديده تحت الانشاء بحدائق اكتوبر. نتابع. ترأس نيافة الحبر الجليل الانبا دوماديوس اسقف 6 اكتوبر ووسيم صباح يوم الجمعه الماضي، قداس عيد نياحة القديس العظيم الانبا انطونيوس ابو الرهبان في كنيسته الجديده تحت الانشاء بحدائق اكتوبر. دي كنيسه انبا انطونيوس واخدينها من ثلاث سنين او اربع سنين الارض حوالي 1600 متر وبنينا عليها الكنيسه الجميله دي، ابونا أسناسيوس اول واحد كاهن اترسم عليها. وربنا يعوضه هو اللي ابتدى يبنيها وربنا او يكملها يعني ويشطبها وكده اما طبعا ابونا كلنا وابو الرهبان كلهم أبو مش بس في مصر ده في العالم كله لان الحياة الرهبانيه تاسست اولا في مصر وبعدين انبا تجمع حواليه مجموعه من النساك وهو اللي استلم الزي الرهباني من الملاك الالاسوه والقلنسوه يعني والمنطقه والعمل اليد وكل الحاجات دي كلها وبعدين كده الرحاله الاجانب ابتدوا يجوا ويتعلموا الحياه الرهبانيه وياخدوها لبلادهم وتاسست الحياه الرهبانيه في بلاد العالم كله عشان كده صار الانبا انطونيوس اب جميع الرهبان في العالم كله. احنا كنيسة النهارده كملنا ثلاث سنين اه احنا صلينا في بدايه الصلاه في خيمه اه اثناء الانشاءات لغايه ما ربنا مد ايده وابتدينا نطلع بالبدروم والدور اللي فوق وشغالين خدمه وشغالين مباني والمنطقه بكر ومليانه ناس كتير وعاوزه اللي يفلح فيها وانا معايا قدس ابونا بنخدم كل القطاعات والخدمات كلها شغاله برعايه سيدنا الانبا ماديس. احنا النهارده بنحتفل بعيد نحت القديس العظيم الانبا انطونيوس على اسم كنيستنا طبعا الكنيسه بتاعتنا لسه زي ما انتم تقريبا شايفين هي لسه يعني تحت الانشاء يعني لسه فيها شغل ولسه فيها شغل مباني وحاجات كتيره ولكن نشكر ربنا يعني احنا في خلال الثلاث سنين قدرنا يعني ربنا اول اباء وبرعايه سيدنا لمبة ان احنا نقدر نبني الكنيسه بالشكل ده وغالبا الكنيسه بتاعتنا كامله من كل الخدمات يعني من اول تربيه كنسيه لكل الانشطه في الصيف كامله بكل الكورسات نشكر ربنا يعني ده بركه كبيره. احنا طبعا الانبا انطونيوس شفيع كنيستنا ويعني من بدايه المكان في المنطقه وهو يعني معجزته وقفته معانا مع الشعب كله مع كنيسة كبيره جدا يعني بيبقى قبلها باسبوع بنجهز لنهضه الانبا وبتبقى الدنيا زي الكنايس كلها بنبقى بنعمل نهضه وبنبقى في حفله وبيجي سيدنا يباركنا في العشيه وفي القداس كنيستنا دي بالظبط قوامها ثلاث سنين الصرح اللي انت شايفه ده ثلاث سنين دي في حد ذاتها معجزه من الانبا تونس انك الدوله تديك قطعه ارض بالمساحه دي وانت تبني عليها في ظل الظروف السياسيه والاجتماعيه من بعد الثوره دي في حد ذاتها كانت معجزه احنا مش بنعمل كنيسه ليا وليك دلوقتي احنا بنعمل كنيسه لاولادنا فيما بعد اللي احنا البذره اللي جايه هي تكبر وتنمو واحنا بنسيب لهم ميراث بجد واتمنى يحافظوا عليه وينمو ويثمر بعمل انا فوكس على الطفل ان احنا بنهتم بيه في عيد الانبا انطونيوس بنبتدي نبسط له يعني ايه رهبنه يعني ايه سيره القديس الانبا انطونيوس يعني ايه كان عايش في مغاره لوحده كان بياكل منين بيشرب منين لان الطفل في السن ده بيبقى بنحب نوسع له مداركه شويه ما تبقاش الدنيا مقفوله عليه إيه تجهيزات بقى للشعب واغابي وفرحه حضر قداس شعب الكنيسه وخدامها الذين اكدوا فرحتهم بعيد شفيع الكنيسه القديس العظيم الانبا انطونيوس وبكنيستهم الجديدة التي بدأ إنشاؤها منذ ثلاث سنوات طالبين من الله أن يكمل عمله. القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أبو الآباء ومؤسس الحياة الرهبانية في كل العالم، بتحتفل بعيد نياحته كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في ليلة الثلاثين من يناير، ومنها هذه الكنيسة الجميلة والجديدة، كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بحدائق أكتوبر التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتصلي اليوم وتتشفع بأبو الآباء ليكمل الله عمله في هذه الكنيسة. كامل يوسف سي تي في. احتفل دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بالبريه الشرقيه بالبحر الاحمر بعيد نياحه شفيعه يوم الجمعه الحادي والثلاثين من يناير الماضي حيث صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير صلاة رفع بخور عشية العيد يوم الخميس الثلاثين من يناير كما شارك في الصلوات اصحاب النيافه الانبا بطرس الاسقف العام، الانبا دانيال اسقف ورئيس دير القديس الانبا بولا، الانبا ثيودوسيوس اسقف ابارشيه وسط الجيزه والوسطى وتوابعها ومجمع رهبان الدير. ووفد من مجمع رهبان دير الانبا بولا، فضلا عن حضور جمع غفير من الشعب القبطي. احتفلت إبارشية ملوي وأنصنة والأشمونين بتذكار زيارة العائلة المقدسة لكوم ماريا بقرية دير أبو حنس يوم السبت الأول من فبراير الجاري حيث توفد المئات إلى دير أبو حنس بملوي شرق النيل لنوال البركة هذا وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف الإبارشية صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم بالقرية ذاتها وعقب الصلاة توجه نيافته ومعه الأباء الكهنة والشمامسة وعدد كبير من الأقباط إلى منطقة كوماريا لصلاة الشكر وعمل التمجيد بهذه المناسبة شارك في الاحتفاليه اصحاب النيافه الاحبار الاجلاء الانبا لوكاس اسقف ابنوب والفتح الانبا أغابيوس اسقف ديرمواس مواس ودلجه الانبا قزمان اسقف شمال سيناء جدير بالذكر ان منطقه كوماريه محطه مهمه من محطات رحله العائله المقدسه الى مصر حيث استراحت في هذا المكان اثناء الرحله نتابع نشكر ربنا مرة وسلام والهدف من الاحتفالية طبعا هو أحياء ذكرى رحلة الهروب لمصر ولما بنتذكر رحلة الهروب لمصر بنتذكر معها طبعا البركة الكبيرة اللي ربنا وعد بها شعب مصر مبارك شعب مصر فالاحتفالية دي في حد ذاتها يعني دافع قوي علشان خاطر يشجع شعب مصر ان هم دايما يلتمسوا البركه والانسان اللي بيلتمس البركه بيبقى دايما بيعيش في مخافه ربنا ما بيعملش مشاكل لكن اللي هو مش بيدور على بركه وبركه شعبي مصر يبقى يعمل اي حاجه لكن طول ما هو فاكر ان في حاجه اسمها بركه ومبارك شعبي مصر يبقى لازم هم يمشي كويس عشان يستحق هذه البركه فتبقى البركه في حد ذاتها يعني دافع قوي ان هو يقوم السلوك بتاعه ويمشي في مخافه ربنا كويس. احنا النهارده بنحتفل باحتفال عظيم ومهيب بدخول العائله المقدسه ارض مصر وزياره العائله المقدسه لمصر وخاصه كون ماريا في دير ابو حنس. وكون ماريا من المحطات الرئيسيه المهمه للعائله المقدسه. الاحتفال بيتعامل كل سنة باحتفال كبير الآباء الأساقفة والمسؤولين مع الآباء الكهنة والكرالات والشمامسة. تعمل احتفال على البحر على النيل وبعد كده بيطلع بموكب مهيب لقوم ماريا المكان اللي استراحت عليها العائلة المقدسة عندنا في دير أبو حنس. العائلة المقدسة استراحت مدة يوم واحد في على كوم ماريا علشان كده أصبح محطة رئيسية هنا عندنا في دير أبو حنس. المكان مكان مبارك بكل سنة بيتعامل عليه احتفال والناس بتاخد بركة من المكان ربنا يجعله يوم مبارك ويجعل بركة العائلة المقدسة لكل أماكن مصر ويحفظ مصر من كل الشروط شهد نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي وأسقف حلوان والمعصرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير الماضي احتفالية اليوبيل الفضي لإنشاء كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس في منطقة أطلس بحلوان وبمناسبة عيد شفيعها ضم الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن الكنيسة منذ نشأتها وعلى مدار السنين الخمس والعشرين الماضية كما وزع نيافته الهدايا التذكارية على الحاضرين وفي سياق رعوي آخر تفقد نيافة الأنبا بسنتي كنيستين تحت الإنشاء بالإبارشية أحدهما باسم الأباء الرسل والأخرى باسم الشهيد فلوباتير ماركو ريوس نظمت كنيسة الشهيد العظيم ورجرجس برزقة الدير المحرق مؤتمرها العاشر بعنوان جددنا كالقديم وذلك يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير الماضي برعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم المحرق والقرى التابعة له تضمن المؤتمر عددا من ورش العمل والمحاضرات منها المسيح مثلنا الاعلى النموذج الكامل للخادم واستمر المؤتمر ثلاثه ايام نتابع ده المؤتمر العاشر على التوالي لكل خدام وخادمات الإبرشية. مؤتمرنا السيد ان شاء الله عن جددنا كالقديم والعنوان ده مهم جدا لكل خدام وخادمات لان كل واحد محتاج التجديد وخدنا في الموضوع ده اول يوم المسيح مثلنا الاعلى ده اول يوم بناخد فيه محب معلم مترفق مشجع تاني يوم واخدين النموذج الكامل للخادم وده واخدين فيه النموذج الكامل للخادم في عبادتنا في خدمتنا في معرفتنا واليوم الثالث واخدين فيه كلمة في ودنك ده, ده آخر يوم يعني المؤتمر ثلاثة أيام يعني. كلمة في ودنك في وضوح الهدف والأمانة في الخدمة احنا في مؤتمرنا العاشر جددنا كالقديم ودي آية في كتاب مقدس جدد أيامنا كالقديم فكرة المؤتمر ان احنا بنرجع مرة تانية للصورة اللي احنا اتخلقنا عليها صورة المجد والكرامة والقناقاوة والقداسة اللي احنا عشناها من خلال المعمودية وأسرار الكنيسة، فبنرجع كخدام مرة تانية نرجع نجدد أيامنا نجدد خدمتنا مرة تانية من خلال شخص المسيح النموذج الكامل للخدمة من خلال الموضوعات وبتخدم الفكره دي كمان ورش العمل من خلال ان المسيح المدرسه الحقيقيه في التعليم فبناخد مثلا مدرسه جينيسيرت او مدرسه بحر بحيره طبريه تعاملوا مع بطرس كان شكله ايه؟ تعاملوا مع زكه في اريحه كان شكله ايه؟ تعاملوا مع الارمله اللي اقام ابنها في نايين كان شكله ايه؟ تعامل مع المراه الكنعانيه فنماذج حية من خلال تعامل المسيح من خلال تحننه من خلال مشاعره من خلال انه معلم من خلال انه مشجع من خلال انه مترفق بنتعلم منه كخدام ازاي نتعامل مع النفوس الضعيفه وصغير النفوس بالشكل دوت علشان نقدر نجدد ايام خدمتنا مره تانية علشان نسمر فيها بسمر مرجو 30 و60 و100 استفدت كتير جدا من المؤتمر لان هو المؤتمر كان الهدف بتاعه ان هو بيعلمنا ان الخادم لازم يخدم نفسه من خلال الخدمه بتاعته او الخدمه بتاعته هي اللي بتوصله للسماء انا هخدم نفسي مش بس خدمه المخدومين لا انا كمان بخدم نفسي كمان السيد المسيح هو كان المثال الواضح لنا في الخدمة فاحنا بناخد السيد المسيح في حياتنا وبنحاول نوصل ده للمخدومين عشان أوصل أنا وهم للسما بالنسبة للمؤتمر المؤتمر كان كويس جدا لأن أنا كمتلقي استفدت كتير بالنسبة لليوم الأول استفدنا ان المسيح هو قدوتنا وان احنا لازم نمشي في خطوات معينه عشان نوصل للقدوه دي بالنسبه لليوم الثاني اللي احنا فيه ده استفدنا ان في الخدمه ممكن نلاقي نلاقي صعوبات ومشاكل لكن الصح ان احنا نروح طبعا لقدوتنا اللي اتكلمنا عنه في اليوم الاول ونشكيله له وبعدين نبدا ناخد خطوات فعليه عشان نحل المشكلات دي وكمان استاذ عادل وجهنا النقطه اللي هي نقطه الاعلام وان احنا, وإن احنا ازاي نستغل الاعلام عشان نوصل لمخدومين اكتر بنحب بورش العمل بنستفيد منه في الكتاب المقدس قصص حاجات كتير بنفهمها من أول مرة يعني نظمت اللجنة المركزية لخدمة الثانوي بغرب الإسكندرية مؤتمرا روحيا بعنوان دوس فرامل يوم السبت الموافق الأول من فبراير الجاري بكنيسة الشهيد العظيم وارجرجس شارك في الحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية وحوالي 300 شاب وفتاة كما دارت كلمات اليوم حول كيفية التوقف عن الدخول في علاقات غير صحيحة وغير مناسبة نتابع تحت رعاية ومباركة وحضور صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون الاسقف العام لكنائس غرب الاسكندريه نظمت اللجنه المركزيه لخدمه مرحله ثانوي لكنائس غرب الاسكندريه المؤتمر النصف سنوي للخدمه والذي جاء تحت عنوان دوس فرامل اقيم المؤتمر بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني بالمكسي يوم السبت الماضي في الحقيقة خدمة غرب الإسكندرية متبنيها أبونا مينا زكي كنيسة الأنبا شنودة الأباري بيعمل لقاءات مع الولاد والبنات ثانوي لهم يوم روحي زي النهاردة بيتكلم فيه عن العلاقات ما بين الولاد والبنات وإزاي يتحكموا فيها هم مسمينهم كده اسم شبابي اسمه دوس فرامل بمعنى إن لما يكون في علاقة آه مش هتستمر او آه ما ما يصحش انها تتعمل يدوس فرامل ويقول لا انا لسه بدري عليا آه لسه جامعه ولسه جيش ولسه آه فتره ممكن آه تتغير يتغير فكري فيها فبنعلمهم ازاي ان هم ياخدوا قرار صائب ياخدوا آه راي محكم من الاباء اللي بيتكلموهم من ورش العمل اللي بتاعت عمل اخر اللقاء النهارده هيبقى فيه لقاء مفتوح بيني وبينهم بحيث ان هم يطلعوا افكارهم ويسالوا ويقولوا كل اللي هم عاوزين يعرفوا الحقيقه النهارده لقينا ان سن ثانوي بالذات باع الاوبن اير والواتساب والفايبر والتليجرام واليوتيوب والفيسبوك يعني منتشر جدا وبيحصل علاقات من خلال الميديا دي فاحنا قلنا النهارده عايزين نفوق الشاب بتاع ثانوي والشابه بتاع ثانوي ان ثلاث ارباع او اكثر من ثلاث ارباع العلاقات دي خاطئه وما لهاش اصل في الموضوع فاحنا عايزين نفوق فقلنا لهم عنوان كده عجيب شويه قلنا دوس فرامل يعني دوس فرامل وارجع لحياتك الاولى ارجع لنظرتك الاولى ارجع لابديتك دوس فرامل هنا دوس فرامل جسديا وروحيا جسديا أنك ابعد عن مكان الشر وابعد عن مكان الخطيه واستبدل الخطيه بفضيله روحيا ابتدي في حياه النمو الروحي وزي ما قلت لهم من شويه ان السن ده لو فعلا سن, سن سنوي لو انسان نقي وانسان طاهر يبقى قوي جدا جدا يخيف الشياطين منه هو سن سنوي يعني فبيبقى سن شبه لازم نتهور فيه يعني ففكره دوس فرامل لازم يبقى فيه علاقات في في حدود ما بيننا في العلاقات يعني ما ينفعش اخش علاقه وانا مش دارس ايه اللي هيحصل فيها مش عارف ايه اللي هيحصل بعد ما اخش فيها الموضوع ممكن ينجح ولا لا ففكره دوس فرامل فكره حلوه جدا في السن ده لينا يعني النهارده اليوم بيتكلم عن دوس فرامل بدانا اليوم النهارده بقداس وبعدين فقره ترانيم مبسوطه جدا ان اليوم كان النهارده ان احنا كنا عددنا 300 او اكتر وبعدين هيجي ابونا سرابيون يدلنا كلمه عن اليوم هو اليوم بيتكلم عن ان احنا لازم ندوس فرامل في علاقاتنا الفرامل دي هي الحدود ما ينفعش العلاقه تبقى مفتوحه قوي من غير حدود لازم لما اكون ماشيه بسرعه جامد في العلاقه لازم اهديها بالفرامل والفرامل دي هي الحدود وبعدين هنختم اليوم بأسئلة مفتوحة مع سيدنا ودي حاجة كويسة بتريحنا إحنا لأننا مش بنعرف نتواصل مع سيدنا بشكل مستمر فالموضوع ده بيسهلنا أكتر أن إحنا نسأل في حاجات كتير إحنا محتاجينها أبونا سرابيون كلمنا عن دوس فرامل دوس فرامل على العلاقات وعن الميديا وعن العلاقات في حاجات صعبة كده بتبقى في السن بتاعنا ده أبونا سرابيون نبهنا ليها بعد كده في الاخر يعني كلنا متجمعين حوالي بتاع 300 او اكتر وبعد كده في الاخر خالص سيدنا الانبا لاريون هيقعد معانا ويسالنا اسئله بقى ويدينا هدايا وحاجات حلوه كده بدا المؤتمر بالقداس الالهي الذي ترأسه صاحب النيافه الحبر الجليل الانبا لاريون ثم توالت الكلمات الروحيه بالمؤتمر والتي دارت حول كيفيه التوقف عن الدخول في علاقات غير صحيحه وغير مناسبه فل ميخائيل سي تي في رقد في الرب يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير الماضي الراهب الشيخ لابس الإسكيم زوسيما أفامينا بدير الشهيد العظيم ورمين العجائبي بكينج ماريوت عن عمر تجاوز الواحد والثمانين سنة بعد حياة رهبانية امتدت لما يقارب الاثنين والاربعين عاما جدير بالذكر أنه لبس الإسكيم المقدس خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة من حياته انطلقت إلى الفردوس روح الأب القس غبريال جرجس كاهن كنيسة رئيس الملائكة الجليل مخائيل بالإسماعيلية وذلك يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير الماضي حيث أقيمت صلاة القداس الإلهي وصلاة الجناز في اليوم التالي بكنيسته بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا سرافيم أسقف الإسماعيلية وعدد كبير من الأباء الكهنة وشعب الكنيسة أقيمت يوم الأحد الثاني من فبراير الجاري بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية صلاة جناز القس لوقا غبور كاهن كنيسة الشهيد العظيم مرقس الرسول بالكويت بحضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى الأنباء إرميا الأسقف العام والأنباء هرمين أسقف عام كنائس الشرق الاسكندرية وعدد من كهنة ورهبان كنائسنا بالكويت ومن مجمع كهنة الإسكندرية كان الأب المتنيح قد رقد في الرب السبت الأول من فبراير الجاري بعد خدمة كهنوتية قصيرة مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي وأخبار المهجر تابعونا مشاهدينا أهلا بكم من جديد أقامت إبارشية مالبورن وتوابعها يوم السبت الأول من فبراير الجاري التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقصية تحت عنوان نقوم ونبني وذلك بمدرسة العذراء القبطية بمالبورن نتابع تحت رعاية قداسة البابا ودروس الثاني أقيمت التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقصية تحت عنوان نقوم ونبني في ابرشيه ملبورن وتوابعها وذلك في مدرسه العذراء القبطيه بملبورن حيث شاركت كنائس الإبرشية وتوابعها بحضور الاباء الكهنه والخدام والمخدومين من جميع المراحل وايضا بمشاركه كنائس الولايات الاخرى التابعه للإبرشية وبالاضافه الى فيجي والذين عرضوا اعمالهم عن طريق الانترنت اللي حصل السنه دي اللي احنا ابتدينا نستغل شويه الميديا زياده شويه من ناحيه الكوميونيكيشن من ناحيه تسجيل اولادنا على طول على اونلاين مش محتاجين بقى هو بالورقه وكده كمان حتى طريقه الامتحان نفسها بلاش نقدر الامتحان طريقه التقييم لاولادنا بقت مختلفة شوية ابتدينا ندخل فيها الميديا ندخل فيها الانترنت ندخل فيها الايفالويشن حتى اونلاين فعملنا تغيير او اتعمل تغيير الحقيقة الجروب المشترك الهيل كوميتي عندنا حوالي سبعة انفار بيشتغلوا ليل ونهار بطريقة جميلة جدا خدام ممتازين ثم النهاردة الجميل كمان في بعض الولايات في بعتين خدام من عندهم لميربون يشتركوا معنا في التنظيم مهرجان الكرازة طبعا وحد كل كنايس بروح حلوة وخلى كل الاطفال بتاع كل الكنايس تتعلم نفس الحاجة السنة دي نستفدت قوي في كنيسة من المخرجات. اتعلمت ازاي الحاجات اللي حوالينا ممكن تتأثر في شخصيتنا زي الميديا زي الكنيسة زي زي العيلة زي الفريندز إن أنا ممكن أروح للكنيسة لما أنا عندي ترابل أو كده إن I can turn to the church. كلها مع بعضيها ودي بتخلي روح الكنيسه الواحده موجوده ومتواجده دايما في كنيستنا وفي العالم كله. ربنا يبارك في هذه الخدمه وتبقى دايما مثمره وتبقى سبب فرح لكل شعب كنيسه في المهجر وفي مصر طبعا الخدمه كلها بتطلع من مصر الانبا موسى والانبا رفائيل وكل الاباء الاسقف اللي بيحطوا مجهود كبير. وقد عرض المتسابقون اعمالهم المتميزه والمختلفه الذين بذلوا مجهودا كبيرا في تحضيرها. هذا وقد تم اضافه بعض المسابقات الجديده في هذا العام مسابقه الكورال وايضا المسابقه الاعلاميه والتي لاقت مشاركه فعاله من الكنائس المختلفه من خلال اعمال فنيه متميزه كان في النهارده اقبال كتير من الولاد وكانوا مبسوطين بالتطور اللي حصل في طريقه عرض المهرجان، طريقه التقييم النهارده باستخدام التكنولوجي كان في كتير النهارده بيستخدموا ايباد، هاي سكول السنه دي احنا غيرنا لهم طريقه التقييم طلبنا منهم ان كل مرحله في ثانوي يعملوا اعمال اه تطبيقيه عمليه على موضوع المهرجان اللي هو نقوم ونبني كان في كنايس النهارده مقدمين ماكتات لشكل كنيسه ازاي نبني الكنيسه شكلها عامل ازاي بالتفاصيل بتاعتها من جوه بالايقونات كانت معموله بالليزر بالحفر الليزر كان جميله جدا في كنايس تانية جم عملوا فيرتشوال رياليتي وصوروا كنيستهم من جوه رسموها بحيث ان انا البس نظاره اتحرك جوه الاوضه اللي انا واقف فيها بحيث ان انا جوه الكنيسه عملوا كمان الامبنتونيوس هو خارج من المغاره بتاعته وقصه حياه الامبنتونيوس كانت رائعه جدا في ناس عملوا بوسترز كبيره وعن طريق التكنولوجي اقدر استخدم الكيو ار كود يطلع لهم حاجات جديده على الانترنت يعرفوا الديتيلز الموجوده في البوستر حقيقي الولاد النهارده كانوا فيري انججين. كان في تفاعل ما بين الخدام والولاد وكانوا مبسوطين ان احنا طلبنا منهم بدل ما نقعد ونسالهم اسئله لا يروحوا ويدوروا ويطبقوا ويجوا باعمال فنيه وقد عبر المشاركين عن فرحتهم بالمشاركة في مهرجان القرازه حيث انه تكون فرصه جميله لمشاركه الكنائس بعضهم البعض في جو من الروحانيه والفرحه امل جرجس وممدوح بطرس نبض القرازه تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أسقف الخرطوم وتوابعها احتفل دير القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى الأسود بالخرطوم بعيد نياحة شفيعه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس حيث ترأس صلاة القداس الإلهي صباح يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير الماضي نيافة الحبر الجليل الأنبا ولفيف من الأباء الكهنة نتابع محمد ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة عطيته هبة الروح القدس فَلْتَكُونَ عنا جميعكم. نشكر كثير خالص وجودنا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية العظيمة اللي بتعلمنا كيف نعرف القديسين ونحبهم ونتعاشر معهم ويبقوا شفعاء لنا والحقيقة النهاردة بيصادف عيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودي بركة كبيرة خالص إنه إحنا نكون النهاردة آه بمناسبة العيد بتاع نياحته آه بنحتفل به في كنيسته في دير القديسين العظيمين الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى بالسودان والشعب في السودان يمكن لأول مرة في التاريخ في آه السنوات آه بتاعة حبرية سيدنا الأنبا دانيال المتنيح وما بعده يبتدوا يتعرفوا على الأديره ويتعرفوا على الشفاعه بتاعت القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى بالسودان ودي حاجه حلوه جدا يعني تفتقدها يمكن اغلب الكنائس ويفرحنا انه كنيستنا الارثوذكسيه بتنعم بها والحقيقه احنا في السودان بنعتبر انه الدير ده آه زيه زي البذرة الصغيرة اللي اتكلم عنها السيد المسيح بتاعة آه الخردل اللي لما تزرع آه يقوم منها شجرة كبيرة خالص وليها فروع كتير وتستظل تحت طي... جميع طيور السماء بنتمنى أن المكان ده يبقى سبب بركة للسودان كله ولكل ما حوله من دول أفريقيا المجاورة إن شاء الله ربنا قادر بصلوات ودعوات ومباركة ومحبة أبينا القديس البابا تودروس الثاني اللي بيشملنا بمحبته برعايته بعنايته الكبيرة جدا واللي باستمرار بذاكرنا في كل مكان ربنا كبير يمجد اسمه في كنيسته القبطيه الارثوذكسيه ويزيد نماء ويزيد عمق ويزيد قوه ويزيد انتشار عشان تبارك كل العالم ويتمجد فيها اسم ربنا يسوع المسيح لربنا المجد دائما ابديا امين احتفلت كنيسة القديسين العظيمين بطرس وبولس بمدينة سانت مونيكا بكاليفورنيا برسامة ثلاثة شمامسة جدد يوم الأحد الثاني من فبراير الجاري وذلك بحضور وصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرولوس الأسقف العام بلوس أنجلوس وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي وأخبار الكنيسة في الصحافة تابعونا مشاهدينا أهلا بكم من جديد نبدأ جولتنا الصحفية من اليوم السابع نقرأ يوم الثلاثاء الموافق الرابع من فبراير الجاري تحت عنوان توفيق أوضاع ثلاثين كنيسة بالشرقية بعد استيفاء اشتراطات الحماية المدنية اجتمع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية بالشرقية لبحث ومناقشة اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع 85 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها. طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 ناقش الاجتماع إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص. تمهيدا لتوفيق اوضاعها حفاظا على الارواح والمباني وتطبيقا لاحكام القانون كلف المحافظ مدير اداره الحمايه المدنيه بسرعه التنسيق مع الجهات المعنيه للانتهاء من اجراء المعاينات اللازمه لتقنين اوضاع 52 كنيسه مشيرا الى انه تم الانتهاء من اجراءات تقنين وضع 30 كنيسه ومبنى خدمي تابع لها بالاضافه الى وجود حالتين هدم واعاده بناء وأخرى ترميم ومن موقع البوابة نيوز نقرأ يوم السبت الموافق الأول من فبراير الجاري تحت عنوان البابا تودروس يستقبل وفد أساقفة الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية بالمقر البابوي بالقاهرة الأسقف جوريا أسقف ديفا والأسقف سباستيان أسقف سالاتينا وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، وذلك خلال زيارتهم لمصر. أعرب قداسة البابا خلال اللقاء عن ترحيبه بضيوفه متمنيا لهم زيارة مفرحة لمصر التي هي جزء من الأراضي المقدسة التي زارها السيد المسيح. وأضاف قداسته: الكنيسة القبطية تفتح قلبها من أجل هذه الزيارة العزيزة. وتسعد بالتواصل مع كل كنائس العالم كما طلب من الوفد الروماني نقل تحياته ومحبته لغبطه الباتريارك دانيال باتريارك الكنيسه الرومانيه الارثوذكسيه ومن جانبهم قدم الضيوف الشكر لقداسه البابا على حفاوه الاستقبال وحسن الضيافه في كل الاماكن التي زاروها معربين عن اعجابهم الشديد بالاديره القبطيه التي شعروا فيها بالروحانيه الكبيره مشيرين الى انها بحق منشا الرهبنه في العالم كما عبروا عن انبهارهم بكل الاماكن التي زاروها في مصر. ومن موقع أخبار اليوم نقرأ يوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من يناير الماضي تحت عنوان احتفالات إبراشية سمالوت بتذكار شهداء ليبيا تنظم إباراشية سملوط في الفترة من الأول وحتى السادس عشر من فبراير الجاري نهضة حية في كنيسة شهداء الإيمان والوطن بليبيا في قرية العور بمناسبة عيد شهداء العصر الحديث الذي أقره المجمع المقدس يوم الخامس عشر من فبراير من كل عام كان واحد وعشرون من أبناء الكنيسة قد استشهدوا على الإيمان بالمسيح على يد جماعة داعش الإرهابية بليبيا في فبراير عام 2015 مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقتنا بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. قداسة البابا تودروس الثاني يشارك في سيمينار إبراشية المعادي ممثلو الكنائس الارثوذكسيه الشرقيه يصلون القداس بكنيسه الارمن الارثوذكس. والتصفيات النهائيه لمهرجان الكرازه المرقصيه نقوم ونبني باستراليا. ختاما مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.